السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم حول الدوال المثلثية ودائرة الوحدة. دائرة الوحدة هي دائرة لوحدة واحدة على محور الإكس، ونعرف انه معادلة الدائرة نعرف فيما مضى معادلة الدائرة هو اكس هو اي تربيع زائد بي تربيع يساوي واحد، او اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي واحد، يعني مجرد ما تغيير الرموز. فدائرة الوحدة اللي هي نصف قطرها يكون لوحدة واحدة، ومن خلالها راح يشكل لي زاوية. لو الاحظ على الرسم وبوضوح، هاي محورين الاحداثية، وهاي نقطة الاصل صفر صفر، هنا وحدة واحدة، هنا النقطة هنا اي اللي تمثل لي واحد صفر، ونقطة هنا اخرى لو نفترضها بي اللي هي راح تمثل لي صفر واحد، وهنا النقطة الاخرى على محور الاكس تمثل لي سالب واحد صفر، والنقطة على محور الواي تمثل لي صفر سالب واحد كأزواج مرتبة. وعندي هنا هذا المحور المستقيم راح يصنع لي زاوية، وهذه الزاوية اللي هي راح من خلالها راح نجد أقيام الجيب والجيب تمام، والظل والظل تمام، والقاطع والقاطع تمام، اللي هي ساين والكوساين والتان والكوتان والسيكان والكوسيكان. وهاي الزاوية تكون لها قراءتين، اما قراءة بالنظام الستيني يعني الدوت الدرجة، او بالنظام الباي اللي هو يمثل لي 180 درجة. لو ألاحظ هنا أنا هسه الزاوية هنا على هذا المحور يكون زاوية صفر، وإذا على المحور الواي راح تكون الزاوية 90 درجة اللي هي باي على 2، وإذا على يرجع على المحور السيني الاكس من جهة السالب راح يكون عندي 180 اللي هي باي، ويرجع على المحور الواي من جهة السالب راح يكون عندي 3 باي على 2 270 درجة، ويرجع يلف الدورة كاملة اللي هي 2 باي اللي هي 360 درجة. هنا الاحظ انا عندي الزوايا الدوال المثلثيه انه واي يساوي ساين اكس، وواي يساوي كوساين اكس، يعني واي يساوي ساين اكس يساوي بي، وواي يساوي كوساين اكس يساوي اي، والواي يساوي تان اكس اللي هو بي على اي، والواي يساوي كوساين اكس اللي هو اي على بي. هنا انا ناخذها من يعني دالة الساين اكس اللي هي مقابل على الوتر، ودالة الكوساين المجاور على الوتر، ودالة التان اللي هي مقابل على المجاور، ودالة الكوتان اللي هي المجاور على المقابل، وهكذا. ودالة السيكن اكس اللي هي واحد على اي، ودالة الكوسيكن اللي هي واحد على بي. الان عندي نظرية توضح العلاقة بين الدوال المثلثية، و يعني في دراستنا ما نحتاج الى برهانها، فقط يعني كمنطوق اللي هي الكوسيكان اللي هي واحد ينطيني واحد على ساين اكس،
و سي كان ينطيني واحد على كوساين اكس، ورقم ثلاثة الكوت كان ينطيني واحد على التان اكس، والتان عفوا هو الساين اكس على الكوساين اكس، والكوتان كذلك هو واحد على التان اكس. ومن نعوض الساين والكوساين راح يكون عندي مقلوب، فراح يكون عندي كوساين اكس على ساين اكس. والاحظ الساين سالب اكس ينطيني سالب ساين اكس، وكوساين سالب اكس ينطيني كوساين اكس، والتان سالب اكس ينطيني سالب تان اكس، والكوتان لسالب اكس ينطيني سالب كوتان اكس. وعندي الساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس ينطيني واحد يساوي واحد، والسيكان تربيع اكس يساوي لي تان تربيع اكس زائد واحد، والكوسيكان تربيع اكس ينطيني هو كوتان اكس زائد واحد. الان نتناول موضوع رسم هذه الدائرة المثلثية و أقيام الزوايا المعطى عندي. لو ألاحظ من الصفر إلى التسعين هاي بالربع الأول، فراح يكون عندي الربع، هذا الربع يتجزأ إلى ثلاثين زاوية ثلاثين درجة اللي هي تمثل لي باي على ستة، وزاوية خمسة وأربعين درجة تمثل لي باي على أربعة، وزاوية ستين درجة تمثل لي باي على ستة. و ساين الاكس اذا الاكس زيرو فساين ساين الصفر صفر، وساين الثلاثين باي على ستة هو نصف، وساين الخمسة واربعين واحد على جذر اثنين، وساين الستين جذر ثلاثة على اثنين، وساين التسعين واحد. هنا عندي كوساين كذلك، كوساين الصفر واحد، وكوساين الثلاثين اللي باي على ستة اللي هو جذر ثلاثة على اثنين، وكوساين الخمسة واربعين اللي هو واحد على جذر اثنين، كوساين الخمسة واربعين واحد على جذر اثنين اللي هو كوساين باي على اربعة واحد على جذر اثنين، وكوساين الستين باي على ثلاثة اللي هو نصف، وكوساين التسعين اللي هو صفر. والآن أجي على زاوية التان. التان لو شو لاحظها من أمامي، التان أعرف أن هو ساين على الكوساين، هنا صفر على واحد راح يكون عندي صفر، ونصف على تقسيم يعني جذر ثلاثة على اثنين راح يكون عندي واحد على جذر ثلاثة، وواحد على جذر اثنين على واحد على جذر اثنين راح يكون عندي واحد، يعني هيك حال إنه التان الباي على أربعة واحد، يعني التان الخمسة وأربعين درجة زاوية 45 واحد. وبالمثل جذر تان اللي 60 هو جذر 3 على 2 تقسيم نصف راح يكون عندي جذر 3، وتان ال 90 اللي هو 1 على 0 راح يكون عندي يعني غير معرف. واستمر بالدوال اللي هي عذرا استمر بالزوايا اللي هي 120 هاي بالربع الثاني، و 135 و 150 و 180 اللي 120 هي 2 باي على 3، 135 3 باي على 4، 150 5 باي على 6، 180 باي، وعندي 270 3 باي على 2. وكذا نفس الحالة إذا كانت بالربع بالربع الثالث وبالربع الرابع. هنا بهيجي حالة الساين والكوساين والتان كما واضح أمامنا في الجدول. هنا راح يكون عندي أقيام سالبة. ليش أقيام سالبة؟ الجواب أن يعرف أنه بالمحورين المستوى الإحداثي الأكس والواي عندي بالربع الأول كل الأقيام موجبة، التان الساين الكوساين التان كلها موجبة، وبالربع الثاني فقط الساين موجب، البقية كلهن الكوساين أقيام سالبة والتان أقيام سالبة. وبالربع الثالث
اثنيناتهن يعني الساين والكوساين بالسوالب، وبالتالي التان عندي موجب، وبالربع الرابع الكوساين موجب، وبقية الأقيام بقية الدوال بالسوالب. الآن عندي تعريف وملاحظات. التعريف يقول ال f of x يساوي f of x زائد b، وهنا b هي positive number، يعني اللي مثلا نقدر احنا نستخرجه مثلا زاوية يعني الزاوية مثلا 100 و 160، اللي هي مين جاي 160؟ جاي من 120 زائد 40 وهكذا. لو لاحظ هاي الدوال عندي الساين الكوساين السيكان عن كوسيكان، هي كلها يكون يعني دوراتها للاثنين باي، ودالة التان والكوتاين يكون للباي، وهكذا الدوال المثلثية. عندي طريقة الرسم مالتهم جدا بسيط، احنا نعتمد على الرسم اللي للدوال للأقيام اللي الرئيسية اللي هي 0 90، يعني باي على 2 180 باي، و 3 باي على 2 اللي هي 270، ويرجع دورة أخرى هو 2 باي. فمن خلال الجدول اللي أخذناه، جدول اللي أخذناه وكأزواج مرتبة، ونلاحظ أنه دالة الساين تبدي من الصفر، من 0 0، و للباي على 2 للواحد أقيامها، والباي 0 وساين 2 3 باي على 2 سالب 1، وساين 2 باي يرجع 0. نفس الحالة هاي أوضح بالسالب والموجب طبعا بالمستوى الإحداثي، وألاحظ أنه الرينج مالتي للدالة الساين هو الفترة المغلقة من سالب 1 إلى 1، والدومين طبعا هو كل الآر. ورسم دالة الكوساين لنفس الحالة الأقيام الرئيسية فقط نختار، ويبدي من 1 لأن ساين لأن كوساين الصفر 1، فلاحظ يبدي من 1، ثم باي على 2 هو قيمته 0 بالكوساين، وللسالب 1 بالباي، و 0 بالثلاثة باي على 2، وموجب 1 بالاثنين باي، وهكذا. أقيام هاي بصورة عامة الكوساين، كذلك الدومين مالتها R، والرينج الفترة المغلقة من سالب 1 إلى 1. وعندي رسمة التان والسيكان والكوسيكان والكوتان، هذن كلهن نفس الجداول ونفس النظرية اللي أخذناها، العلاقة فيما بين الدوال المثلثية، يعني شنو علاقة الساين بالسيكان وشنو علاقة الكوسيكان بالكوساين، يعني نقدر والتان شنو طلع أقيام التان. مو شرط أن أحفظ الجدول اللي عندنا، إنما أحفظ فقط أقيام الساين والكوساين، وبالتالي أقدر أستخرج كل بقية الدوال من خلال الساين والكوساين اللي هي مهمة بالأساس، راح نعتمد على دائرة الوحدة. يعني بشكل مبسط لاحظ هنا أنا عندي أقيام يكون غير معرفة، فما ممكن يعني محاذيات يكون عندي بالباي على 2 وبثلاثة باي على 2 وبسالب باي على 2 وسالب 3 باي على 2. هاي رسمة التان راح يكون عنده محاذيات، لان هذني اللي يطلع قيام الكميات غير معرفة بالمقام صفر، فكميات غير معرفة وهكذا. بالنسبة للسيكان بالنسبة للكوتان والسيكان والكوسيكان، هاي رسمة السيكان اكس نستخرجها من اقيام الساين وهكذا. الاحظ من هنا عندي محاذيات على 3 باي على 2 على باي على 2 السالب باي على 2 و
السالب 3 باي على 2 وهكذا هذا الشكل. ونفس الحالة لبقية الدوال المثلثية اللي هي الكوتان والكوسيكان.